اكدت هيئه الكهرباء والماء حرصها على تطوير خدماتها المقدمه للمشتركين ضمن خطه زمنيه تطويريه تعمل من خلالها الهيئه على تقديم خدمات ذات جوده اعلى لجميع المشتركين معلنه في ذات السياق عن بدئها باضافه خيار الحضور الشخصي لمركز خدمه المشتركين بمدينه زايد عبر خدمه حجز المواعيد المسبقه بدءا من يوم غد الاحد وذلك بهدف تسريع جوده العمل وتسهيل تقديم جميع الخدمات للمشتركين بكفاءه اعلى